أما مدينة ويليامزبرغ بالمدينة الاستعمارية، هاي المدينة معروفة على نطاق أمريكي وعالمي أيضا، يزوروها تقريبا 4 ملايين سائح سنويا. جعت وريد أكل بنكهة استعمارية، لقينا مطعم. وبما أننا نتحدث عن الملكة إليزابيث، ها هم جنود الملكة لا زالوا يجوبون شوارع ويليامزبرغ، وفريق آخر من فرق المشجعان هم بعض الشغلات الاستعمارية، هاي مربى ومثل ما تشوفون كباقي جامعات أمريكا تحولت إلى منبر للتظاهر. هذول نشوف هنا الناس متظاهرين مع غزة. رحلتنا لهذا اليوم من جزر سليمان في الجزء الجنوب الشرقي من ولاية ميرلاند إلى مدينة ويليامزبرغ التاريخية في الجزء الجنوب الشرقي من ولاية فرجينيا. الرحلة تقريبا 350 كيلومتر. هسه راح نعبر نهر البوتوميك اللي هو الحدود الطبيعية بين ميرلاند وفرجينيا. هذا منظر للنهر. اهلا بكم في ويليامزبرغ. شلون مدخل حلو للمدينة؟ عبالك رايح الغابة مو؟ هاي مدخل مدينة ويليامزبرغ. مرحبا بكم في مدينة ويليامزبرغ التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من ولاية فرجينيا، ضمن ما يعرف بمثلث التاريخي اللي هو عبارة عن 3 مدن: ويليامزبرغ ويوركتاون وجيمستاون. تقع هذه المدينة على ضفاف نهر الجيمس، وإلها فت قصة تاريخها. واحدة من أوائل المستوطنات الإنجليزية في أمريكا. تأسست المدينة عام 1632، وكانت من أوائل المستوطنات الإنجليزية في أمريكا. هاي المدينة أيضا معروفة بأنها مدينة جامعية بالإضافة إلى كونها مدينة تاريخية. تسمى مدينة ويليامزبرغ بالمدينة الاستعمارية. هاي المدينة معروفة على نطاق أمريكي وعالمي أيضا، يزوروها تقريبا 4 ملايين سائح سنويا. لأن إذا تريد مدينة تعكس الإرث الاستعماري البريطاني، فبالتأكيد ويليامزبرغ هي المحطة اللي تتوجه إليها. هاي المدينة ترجعك بالتاريخ بالضبط 400 سنة. لا زالت محافظة بمعمارها وشوارعها على الإرث الاستعماري. ومن نقصد الإرث الاستعماري هنا نتحدث عن بدايات المستوطنات الأوروبية في أمريكا، وبالذات بدايات المستوطنات البريطانية. والمدينة أيضا مشهورة بحدائقها الجميلة، أشجار التين والرمان. والتاريخ تجد بتفاصيل كل المدينة، يعني حتى أوعية الزبل مالتهم تاريخية. وجدير بالذكر انه هاي المدينة خدمت كعاصمة لولاية فرجينيا ما بين 1699 و 1780، ومن ثم اصبحت ريتشموند هي العاصمة. شلون حدائق حلوة. الانجليز جابوا التنسيق مع الحدائق وياهم.
too is that like the word surveying and the idea of colonization are so similar. جزء من الشارع لا زال هو الشارع القديم المرصوف بالحجر، بعبقوه ورغم ان هنا تبليط بس الجزء القديم، وهاي الابنية كلها قديمة. شوف هنا كان يقول لك وين مربط الفرس، هنا مربط الفرس. Yep. شوف من أقول لك ترجعك 400 سنة بالتاريخ. شوف هاي هاي إنارة للطريق أثناء الليل، باوع هاي كل هذني على جانب الطريق. شوفين هي الإنارة المستخدمة بذاك الوقت، هاي هي ويليامزبرغ التاريخية الاستعمارية وبعض الأزياء التقليدية من الحقبة الاستعمارية. هاي كلش عجبتني هاي مال فكرة انه حاويات الزبل تكون ايضا من التاريخ. ومبنى قديم آخر ونوع من أنواع التشابيه للأطفال، هذا جندي من سلاح الملكية البريطانية ودا يعلم الأطفال. بنادق الخشب. وأيضا محاكاة للأسواق القديمة وما تقدمه من بضائع بذاك الوقت. شلون حافظوا عليها بقوها مثل ما هي، هاي الأسيجة القديمة. يبدو لي انها كورة مال فحم، هاي كان يسوون بيها فحم. ايه وهذا هو ال شلون تقول شو اسمه البير مال المدينة. ايه شوف هاي كانت المدينة تحصل على الماء من هذا البير، توسط ساحتها العامة. شلون هدوء، شلون جمال. أناقة وعراقة.
أشجار البلوط القديمة، ضيف على المكان سحر. هاي الأسيجة القديمة أيضا تذكرني بيت جورج واشنطن بدي سي، نفس التصميم. والمدينة أيضا تاريخها يرتبط بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، مو بس المستعمرات البريطانية. فهنا صارت الكثير من الأحداث والفعاليات السياسية التي قادت فيما بعد إلى الثورة الأمريكية والاستقلال عن بريطانيا. ومن نقول هذا الموقع له أهمية تاريخية ويزوروه 4 ملايين سائح من مختلف أنحاء العالم وشخصيات، يعني مثلا ملكة بريطانيا كوين إليزابيث زارت هذه المدينة عام 1957، وآخر مرة زارتها في عام 2007، وأول زيارة للرئيس أوباما مستخدما طائرته الرئاسية بعد توليه الرئاسة كانت أيضا لهذه المدينة. وبما أننا نتحدث عن الملكة إليزابيث، ها هم جنود الملكة لا زالوا يجوبون شوارع ويليامزبرغ. ولا زالت وسيلة التنقل الرئيسية في هذه المدينة هي العربة والحصان. ومثل ما قلنا هي مدينة جامعية أيضا، وهسه رح نزور جامعتها لأن شلون بيت قديم حلو، لأن أيضا لها تاريخ عريق. ونحن الآن نقف أمام أهم صرح بهاي المدينة، ألا وهي جامعة ويليام أند ماري. هاي الجامعة تعتبر ثاني أقدم جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية بعد جامعة هارفارد. تأسست سنة 1693، ليش سموها ويليام أند ماري؟ تيمنا بالملك ويليام الثالث وزوجته الملكة ماري الثانية، اللي أصدر مرسوم ملكي ببناء هاي الكلية بالمستوطنات الجديدة. هاي الصرح علمي خرجت ولا زالت تخرج الكثير من العلماء والقادة، 3 رؤساء أمريكان، توماس جيفرسون وجيمس مونرو وجون تايلر تخرجوا من هاي الكلية، بالإضافة إلى أنه جورج واشنطن الرئيس الأمريكي الأول أخذ الرخصة مالته مال تخطيط الحضري أيضا من هاي الكلية. ومثل ما شاهدوا مثل بقية الجامعات بالولايات المتحدة لا زالت تنظم بها التظاهرات والهاي، يعني مو بس صرح علمي وكذلك تصير بها فعاليات سياسية. صادف وجودنا بالمدينة احتفالية من نوع ماكو مدينة هنا تطب لها إذا مو عندها احتفالية، ما أدري شنو القصة، محتفلين 24 ساعة. أعتقد هذا الاحتفال يخص كلية ويليام أند ماري. غني فريق التشجيع. والطلاب من أصول آسيوية. (تصفيق)
That's so sad. وحشد من طلاب وطالبات. So these are all Greek fraternities and sororities. Yep. وذني ما يعرف بال يعني شلون تقول السوروريتيز والها كل ال ال هنا الأخوية يصيحوا لها الأخوات والإخوان كل الطلاب ينتمون إلها. شلون نقول روابط اجتماعية على مدينة جدا ممتعة. شوف أقول لك فتشي من تسمع مدينة جامعية أعرف هي ممتعة كلها شباب يعني ترجعك لل شو اسمه هذا هو فريق الجمناستيك. يعني احنا هاي ما مخططين لها والله يعني صارت واحنا اثناء وجودنا شفناهم قلنا بعد شنو وفريق اخر من فرق المشجعات يبدو أن الاحتفال بثيمة إغريقية أيضا وكل بيت هنا أنا بالضبط كل بيت إلى قصة وتاريخ بس لا يسع المقام للحديث عنها كلها لازم اخلي لكم فتشيل يجي هنا بعدين هو همين هاي هي هي بقالة ايام زمان والمدينة يعني في القرن الماضي الحقيقة كانت نوع ما شلون تقول مدينة نائمة حاجي لكم اني على المدن النائمة الامريكية ناس يعني شنو بحالها خيرهم كفي شرها ومن القصص اللي تروى عن هاي المدينة يعني ما أعرف هي القصة حقيقة لكن هي مقالة منشورة في جريدة ريتشموند إنه بانتخابات عام 1912 المدينة نسيت إن اليوم يوم انتخابات كاتب المدينة نسي يبلغ مفوضية الانتخابات المفوضية نسيت تطبع حتى المرشحين يقول لك هم نسوا إن اليوم هو يوم الانتخابات ففاتتهم الانتخابات شلون تقول يعني هم مرتاحين وبعيدين عن شلون تقول السياسة ومشاكل المدن الكبرى هاي ملابس الحقبة الاستعمارية وكل محلات هاي المدينة لا زالت فعالة يعني هنا منشوف كاتبي لك فرن ما الصمون على الطريق القديمة بعد يسوي الصمون على الطريق القديمة محل بقالة بعد يمارس مهنته يعني بقوها شلون تقول بقوها 400 سنة مثل ما هي ألوان الخريف الحلوة طبعا ما يخلوك تايه كل بناية أو كل بيت كاتبين عليه تاريخه
هذا انبنى بسنة 1719، ويقول لك هذا أوريجينال أو أعيد بناءه، وبعض من مطربي الإمبراطورية البريطانية القديمة لا زالوا يؤدون العروض في هذا في هذه الساحة. المدينة سميت ويليامبرغ تيمنا بالملك ويليام الثالث ملك إنجلترا. ونحن الآن أمام مبنى الكابيتال أو مبنى الحكومة. مثل ما قلت، في وقت من الأوقات ويليامزبرغ كانت عاصمة فرجينيا. لذلك شوف مبناها كبير، يعني بعض قد يستغرب يقول لك شنو مدينة صغيرة وهيك مبنى الحكومات. هاي كان مبنى الحكومة يعني كعاصمة لفرجينيا، قلنا خدمت كعاصمة من سنة 1699 لعام 1780. فاي هم يجيبون طلاب الإعداديات والمدارس، فرصة يثقفون يتعلمون عن التاريخ شوية، ومبنى قديم آخر. So this is the jail. Yeah, but طلع هذا السجن مال المدينة. So if we didn't pay to get in the White House, we'd go to jail. هذا. Look at the jail. Let's go in the jail. شقد حلوة أسيجت أيام زمان. على بساطتها بس جميلة. وحتى الطبيعة هنا هم حلوة. شوف هذا نهر صغير والله. نشوف. والحلو بشوارع هاي المدينة انه خالية من السيارات، ممنوع تصير بها سيارات. يعني اذا صارت سيارة ما صارت قديمة وتاريخية. طيب شقد حلوة الوان الخريف هنا. أنا. يعني مرات فعلا يعني حتى احلى من الربيع. شين هالالوان هاي؟ هذا مصنع قديم مال اخشاب. ايه كل شيء قبل كان مبني من الخشب، تشوفه مو بس السياج، حتى البيوت كلها مبنيه من الخشب. فالخشب صناعه رئيسيه بالتاكيد، لان فرجينيا مليانه اشجار. هاي هي مصنع الطابوق مال ايام زمان، الكورة. المدينة توفر لك متعة بلا حدود. بين حديقة إنجليزية، هذا كان مكتب البريد والطباعة مال المدينة. And folks, all y'all are welcome to touch the book.
books that are on the front tables up there, as well as the table over there by the window. Is there a practical reason for the curve? Yeah, so it helps the leather kind of adhere a little bit better, and it's to control the swell of the pages. شوف هذا البيكري او الفرن. وبالأيام الخوالي الحديقة مو بس رفاهية، لأن ذولا مستوطنين أوائل أنت ما تلقى كل شيء، فكل بيت تقريبا تلقى بيه مزرعة مال خضروات. شوف الذرة والقرع والنعناع. جعت وريد أكل، بنكهة استعمارية. لقينا مطعم هنا يقدم بعض المأكولات اللي بيها يعني تاريخ أيضا، فراح نجربه. هذا هو المحل من الداخل. السرعة عليه كلش طويل، ظاهر يعني منتجاته جيدة. غدا استعماري، سندويشة التركي المدخن وسوب اليوم، واستلمهم بعض الشغلات الاستعمارية. هاي مربى تين، وهاي أنيون كارملايز أنيون، وبعض الأجبان المعتقة، يعني كل واحد صار له سنتين ثلاثة. شغلات استعمارية. مدينة أكثر من رائعة، علم وتاريخ واحتفالات مليئة بالحياة ومبهجة فعلا. وكانت إليا مفاجأة ويليامزبرغ، وأنصح أي واحد خاف يجي في يوم الفرجينية، ويليامزبرغ لازم تكون جزء من رحلته. ولا غرابة أن يزورها 4 ملايين سائح سنويا. أتمنى أنتم استمتعتوا، ونشوفكم بمدينة تاريخية أخرى.